السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تحضر معنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتيك كل جديد. حديث متضارب على وسائل التواصل الاجتماعي حول القرار اللي خرج من كم يوم من قبل وزير اقتصار على صوت الأذان فقط في المساجد من غير رفع أو فتح صوت المكبرات للإقامة والصلوات. طبعا الناس ما بين مؤيد ومعارض، ومما لاحظته أن كثير من الناس معارضون لهذه المسألة بحكم أنهم لا يرون أن هذا شيء مزعج، لأني فهمت من سبب هذا الشيء هو إزعاج للناس أو للجوارين أو للحفاظ على خصوصية الناس. نحن لا شك أن دين الإسلام كامل ولم يترك شيء إلا وبينه، إذا كان في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء أو أقوال أهل العلم أو الصحابة أو حتى القياس، فلا يوجد شيء. فنحن لكي نرجع إلى الدين نقول أول شيء، أنا لاحظت أن بعض الناس يقارنون كلام الله القرآن الذي يرفع مع والعياذ بالله الموسيقى والغناء والأصوات اللي تأتي بسبب الحفلات الصاخبة. طبعا هذا المثل أصلا أو هذا النوع من المقارنة غير صحيح، فأأمل من الإخوة والأخوات، لأن شيئان متناقضان، كيف تريد أن تضرب مثل ولله المثل الأعلى وتقيس بين صوت القرآن عندما يتلى وسماع الموسيقى والأغاني؟ فهذا خطأ كبير جدا، ما في مقارنة، هذا شيء تماما عكس هذا الشيء. نريد أن نتكلم في هذه المسألة من جانبين، جانب نقول أن المصلحة مساوية للمفسدة، وهنا عندنا قاعدة شرعية عند الأصوليين، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اختلف الناس، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. من خلال دراستنا للموضوع تبين لنا أن الأمر متساوي، لو سلمنا جدلا، هذه قاعدة نحتاجها. فنحن في هذه الحالة إذا كان صوت المكبر هذا صوت القرآن عندما يقرأ الإمام في الصلوات أو عندما يخطب يوم الجمعة فيه مفسدة للناس، حيث يحدث تشويش على الناس الموجودين في البيوت وخاصة الأطفال والمرضى وما شابه ذلك، فنحن هذه المفسدة نوقفها، يعني ندفع المفسدة أننا نقتصر على الأذان فقط لأنها شعيرة متفقين عليها يجب أن ترفع، هذا إذا تساوى. والآن سوف نتكلم على هذه القاعدة إذا حدث التعارض بين المفاسد والمصالح، هذا أمر. والأمر الآخر، أنا أرى في هذه المسألة والله أعلم أننا لا نمنعه مطلقا ولا نفتحه مطلقا، بل لكل وضع خصوصيته ووضعه. مثال، أنا عندما أأتي وأمنع حتى خطبة الجمعة، لأن هذا خطبة الجمعة أيضا يشمله، أولا الناس اللي خارج الخطبة ما راح يسمعون الخطيب ويضطرون إيش؟ يضطرون أن يدخلوا جوا، راح يكون هناك زحمة جوا، وخاصة نحن في زمن أصلا المساجد قررت أن الناس يتباعدوا أثناء الصلاة، يعني المسجد اللي كان يسع لـ500 الآن أصبح يسع لـ250 تقريبا، فمعناته الباقي اللي جوا يضطر أن يدخلوا جوا. إذن هنا أصبح مفسدة كتم الصوت أعلى من مفسدة مضرة الناس. ماذا نفعل؟ معناته يجب أن لا نغلق مكبر الصوت مثلا أثناء الجمعة وهو يخطب. أيضا بعض الناس بصراحة، نحن بحكم أننا في بلد إسلامي، أيضا أجمل ما فيه عندما كلام الله يتلى ويسمع وخاصة في وقت الصلوات، إلا إذا كان فعلا هناك بعض مناطق مكتظة بالسكان والمساجد قريبة والأصوات متداخلة
هذا يقرأ وهذا يقرأ، فأصل المسألة من دون فائدة، هنا نمنع. إذن المسألة في توازن، ليس هذا وليس هذا، ويجب أن ننظر إلى هذه المسائل من هذا الجانب، لأن الدين جاء لمصلحة الناس، فإذا كان مصلحة الناس هو أن نغلق أغلقنا. نعود ونتكلم على مسألة المصالح والمفاسد، لأن هذه فرصة أن ننتهز. نأتي إلى مسألة القاعدة اللي ذكرناها في بداية الحديث، المصالح والمفاسد. أقول إذا حدث تعارض بين المفاسد والمصالح وكانتا في منزلة ورتبة واحدة، يقدم دفع المفاسد على الاعتناء بالمصالح، انطلاقا من إيش؟ من قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة. ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: إذا تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، أي إذا حدث تعارض بين المصالح والمفاسد وهما في نفس المنزلة ولا نستطيع الجمع بينهما، سنلجأ إلى الترجيح بدرء المفسدة على جلب المصلحة. إذن هل المفسدة أكبر من الأصوات، من إزعاج الناس في مسألة المسجد؟ وقفنا عندنا أدلة، طبعا هذه قاعدة موجودة في الشرع. على ماذا استند أهل العلم على هذه المسألة؟ قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شنو وجه الدلالة؟ أن الله منع المسلمين من أن يسبوا آلهة المشركين. لماذا؟ خوفا من مفسدة سب المشركين لله تعالى. ويثاب المرء إذا التزم بهذه الآية، فقد نهى الإسلام عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من المصلحة، ولكن مفسدتها أكبر. هذه هي القاعدة، نأتي نطبقها إذا وصلنا إلى حد بأن ما ندري المكبرات هذه للإقامة وإقام الصلاة مفسدتها أكبر أم مصلحتها، نقول أنها متساوية، هناك ندرة المفسد. يعني رجائي من الإخوة والأخوات في هذه المسائل أيضا لابد من العودة إلى أهل العلم وفتاوى أهل العلم وما هم يرونه. طبعا مما وقفت أيضا عليه أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له فتوى أنه يرى أن المكبرات الأفضل ومن المصلحة أن ترفع، يعني يسمع أذان، يسمع سماع القرآن في الصلاة. وعليه يعني أرجع وأقول أنه لابد من دراسة الموضوع من جميع الجوانب للوصول إلى حقيقة واضحة وجلية في هذه المسألة وحكم شرعي صحيح. وهنا مسألة أيضا مهمة جدا بالنسبة لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، القاعدة. طبعا يستثنى من هذه القاعدة أنه قد تقدم المصلحة على المفسدة أحيانا لغلبة المصالح على المفاسد. هذه المسألة كان أردت أن أبينه من هذا الجانب، فإن أصبت فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم للخير ولعمل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.